بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. هل صحيح بأن الاستحقاق الرئاسي بات قريب جدا من الإنجاز؟ وهل هذه التسوية المؤلفة من سليمان فرنجي ونواف سلام كما نقل اليوم في المواقع الإلكترونية والصحافة اللبنانية أنه يعني مشى الثنائي الشيعي في هذه التسوية، بالإضافة إلى الملف الرئاسي أيضا، علاقة التيار بحزب الله وغيرها من الملفات الأساسية والحكومية؟ سنبحثها مع ضيفي في الاستوديو مدير مركز الاستشراف للمعلومات استاذ عباس طاهر. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، تحياتي. رح نبلش بالملف الرئاسي، لان اليوم يعني ناس حست مثل كانه هيدا الملف صار على نار حامي وصرنا كثير قراب نحن من انجازه. هل صحيح انه التسويه تقريبا مشيت قوامة سليمان فرنجي ونواف سلام؟ بداية منتحدث عن معلومات ومنرجع منحلل. رواند، لا، ما في شيء جديد جدي، بس مش معناته أنه في رسائل نقلت، في مؤشرات بيّنت. نعم. بعد الاجتماع الخماسي يلي صار ويلي ما تم فيه الاتفاق على أي مقاربة بخصوص لبنان، لأنه في بشكل بيّنت أول شيء نوعية الممثلين الدولون، مستوى مستشار، مستوى سفير، ومش وزارة خارجية، معناته ما كان في شيء جدي. هذا بالشكل بالجوهر. طبعا السعودية بيت الموقف معروف. أي شيء له علاقة بلبنان أو المشاركة بتسوية حول لبنان أو دفع أموال بعدين إلى لبنان غير وارد كليا بحسابات السعودية، باعتبار أن موقفها من حزب الله موجود بسبب الإقليم، بسبب اليمن، وبالتالي لا يمكن لأحد اليوم يعتبر أن السعودية رح تتدخل إيجابا أو غير إيجابا طالما هذه الساحة بعدها علقة مش واصلة للنتيجة، علما أن الحوار مع اليمنيين وهلأ بنحكي كيف مقلع وماشي حاله. هذا الاجتماع الخماسي ما وصل للنتيجة، صار في محاولات فرنسية. نعم. جس النبض، محاولة إيجاد حلول، مشاريع حلول، من ضمنها أنه صار في كلام بهذا الطرح القديم اللي هو منه جديد، أنه أوكي في تصلب مع سليمان فرنجي، في تمسك بهذا الموقف، أوكي خلينا نشوف إذا رئيس الحكومة منحكي فيه. هذا الطرح منه ماشي. ليه؟ اولا لان السعوديه اساسا ما غيرت موقفها، وبالتالي هي مش ناطره اذا رئيس حكومي او مش رئيس حكومي، هي ما عندها مشكله لا مع سليمان فرنجي بالجوهر ولا مع نجيب مئاتي، الرئيس نجيب مئاتي بالجوهر، ولا مع اي حدا. المشكل بالسياسه له علاقه بساحات الاقليم، له علاقه تحديدا بحزب الله وموقعه وموقفه، وبالتالي كل الأسماء تصبح تفصيل بالنسبة للسعودية ولدول يعني أخرى. أستاذ عباس، هذه المحاولة الفرنسية جاءت من غير التنسيق مع الموقف. نعم. السعودي، هذه المحاولة الفرنسية محاولة جس نبض، ما في إلا أسس إلا الطرح السابق، وخصوصا أنه الفرنسيين بيرتبطوا مع الرئيس مئاتي بعلاقة كتير قوية، وأنا هون بحكي عن موقف يعني التحليل والكلام والموقع الفرنسي كان دائما ينحاز إلى الرئيس مئاتي، عدة اعتبارات، أنه برئاسة الحكومة اليوم ما في أكتر منه بيمثل الحالة السنية، وخصوصا بغياب الرئيس سعد الحريري. ثانيا لأنه بيفهم صار الملف الاقتصادي والمالي بكل تفاصيله. ثالثا لأنه يصير في توازن بين المكونات اللبنانية، وبالتالي ما فيك تجي تنطط قليلون هون تكنوقراط وهون سياسي، لا. نعم. يا الكل هيك، وبالتالي هذا الطرح ما مكتب له يمشي لاعتبارين، أول شيء أنه جس نبض مش أكتر، تاني شيء لأنه السعودية ما مطلع عليه وما أعطت موقف وما رح تعطي موقف واللي حكيته قبل، ثالث شيء على أنه في محاولات بكرة بتسمعي موقف آخر بيوصل للثنائي، بيوصل للأطراف أخرى له علاقة بتفاصيل أخرى. بس ولكن كلها تحت مسلمة أنه سليمان فرنجي نعم هو مرشح جدي ونهائي بالجدية لرئاسة الجمهورية، ولكن بالمقابل نواف سلام ليس مطلب سعودي. لا، هيك بنفهم. هيدا الطرح قلت لك لم يطرحه السعودي، لم يطلع عليه السعوديون ولا لهم علاقة فيه، لا عم يحكوا لا بنواف سلام ولا بغير نواف سلام، ما عندهم مشكلة مع كل الأشخاص أبدا، المشكلة بالجوهر بالموقف السياسي. وبالتالي السعودي اليوم حتى لو راح صار في انتخاب لسليمان فرنجية ولحكومة فلان وفلان وفلان، هني غير معنيين لا سلبا ولا إيجابا. ونحن هون وحتى الدول اليوم عم تبين عم تبحث عن تسوية سياسية للمرحلة المقبلة، عم تشوف شو حجم المساعدة المؤازرة السعودية، مثل ما صار هلأ والله السعوديين حطوا مليار دولار عند اليمنيين ليمشوا حالهم بداية التسوية المفروض تقلع. كمان نحن بعدين بس بده يصير في تسوية، مش بس أنه مباركة بالموقف السياسي، مباركة بتتبع دعم
مساعدات، قروض، هبات، مؤازرة، سميها البدك إياه بهذا الإطار. أنا بستبعد أن السعودية لهلأ ولا بعدين تقدر تعطي موقف لا له علاقة بالأسماء، وغير كل الكلام اللي عم يحكى اليوم بالصحف أنه حط خط أحمر مثل ما كتب اليوم على سليمان الفرنجي وخط أحمر على رئيس مئاتي. لا، ما في خطوط حمر على الأسماء. طيب ما بيعني لهم إلا الموقع السياسي والموقف السياسي تحديدا لحزب الله بالإقليم وليس في لبنان. طيب اليوم كمان سؤال مطروح، هل السعودية بدها رئاسة اليوم بالوقت الحالي بلبنان؟ أنا يعني هل هو هالقد الموقف رايح للأخير، ولا هن ناطرين لأنه أنتوا يا لبنانية شكلوا هذه الحكومة وانتخبوا رئيس ونحن بعدين بنرجع بنقرر كيف؟ فعلا اليوم المقاربة السعودية الجديدة تختلف عن كل المقاربات اللي كانت تصير بالعهود السعودية السابقة. أقصد هون الأول، المقاربة السعودية لهلأ رواند ما عم تتعاطى أبدا لا سلبا ولا إيجابا، غير معنية، غير معنية، وجوابها مش بالأسماء. أنه اليوم إذا جبت مثل ما عم بيقولوا الجنرال جوزيف عون أو رئيس حكومة نواف سلام أو ما بيعني لموضوع الأسماء والمناصب، موضوع الموقف والموقع السياسي وكيفية تعامل حزب الله في الإقليم. كل تركيزها اليوم حتى بالاجتماع الخماسي كان تحكي عن هذا الإطار. نعم. يعني ناطرين التسوية الكبرى، يعني ناطرين التسوية الإقليمية الكبرى لكرمال لبنان يكون له حصة. هذا جزء بالمقاربة السعودية. هلأ من هون لعشرة أيام لخمسة عشر يوم بيتقدم الحوار السعودي الإيراني، أكيد بده ينتج إجابة عنا. بيتقدم موضوع اليمن، الساحة اليمنية، أكيد بده تنتج عنا إجابة. يمكن من هون لعشرة أيام خمسة عشر يوم أساسا الحوار السعودي الإيراني منه مقفل، منه مسكر، موجود، بطيء، مطلوب أجوبة، مطلوب أسئلة هون، إشكالية هون، عرقلتها شوي المشاركة الإيرانية إلى جانب الروس بحرب أوكرانيا لأنه دوليا ما عادت تساعد، عرقلت الاتفاق النووي، أخرت شوي بالاتفاق السعودي. نعم، كل اليوم عناوين سياسية أخرت، ولكن ما معناته أنه نحن رح نضلنا للأبد هيك. ممكن شهر، شهرين، ثلاثة، ستة، وبرجع بركز الأسماء عكس كل الكلام والبعض عم بيحطوا انه والله الجنرال قائد الجيش هو بجبهة، جوزيف عون مع السعوديين وسليمان فرنجي بيمثل الجبهة الثانية. غير صحيح هذا الموضوع ابدا. لا السعوديين متمسكين بجوزيف عون لانه جوزيف عون لانه ضد فرنجية، ولا لانه ضد مئاتي مع نواف سلام، ابدا بالعكس. والدليل على ذلك صار في لقاء بين مئاتي والولي العهد السعودي بالمرحلة الماضية. نعم. طيب بس كمان اليوم اللي كتب على جريدة الاخبار، البعض يعتبر انه جريدة الاخبار هي تمثل راي حزب الله، هل هو رأي فعليا حزب الله اليوم اللي شفناه على المونشيت بجريدة الأخبار أم يعكس رأي الوزير جبران باسيل؟ أنا بشك أنه يكون جريدة الأخبار تلتزم بتوجيهات الحرفية والعملية لحزب الله لأنه هي منها جريدة حزبية، وبشك أيضا أوكي هني عندهم انحياز واضح لجانب جبران باسيل، بس ما بعتقد بهذا الكلام اليوم هو كانوا عم يعبروا عن انحياز، أنه توصيف عنده موقف من السعودية معروف أنه ضده بسياساتها أكيد. هل يمكن هل هو بيعتبروه سبق، هل هو بيعتبروه تحليل، هل عندهم معلومات، هل هي كاملة، هل هي منقوصة؟ ما عندي معطيات. بس اللي أنا بقوله اليوم أنه اللي كتب بهذا الإطار بيعبر عن جزء من المشهد ومش عن كل المشهد ومش عن خلفية المشهد. الكل صار بيعرف اليوم أنه بيعبر عن رأي الوزير جبران باسيل. يعني الوزير جبران باسيل هو من يرفض سليمان فرنجية، الوزير جبران باسيل ويعني مبسوط للموقف الدولي اللي بعده مش كتير واضح ما إذا كان سيمضي بسليمان فرنجية أم لا. بس بنفس الوقت كمان الوزير جبران باسيل يرفض أكثر العماد جوزيف عون. يعني حتى بين سليمان فرنجي اللي هو رافضه وبين جوزيف عون اللي هو رافضه بيرفض أكثر جوزيف عون ومن ثم يرفض سليمان فرنجي. وبالتالي قلت لك أنا جزء من المشهد. اليوم الوزير جبران باسيل وفتحتي هذا الموضوع هو أكيد لهلأ بقناعته، وهلأ صار في تلميح أنه بيرجع يترشح. بعده لهلأ بقناعته، حتى إذا بتسألي الطرف القوات أنه ليش ما بتعملوا تفاهم مع التيار الوطني الحر، لأنه بعده الوزير جبران باسيل النائب جبران باسيل بيعتبر أنه حقه الطبيعي هو يكون رئيس الجمهورية، وبعده منه متقبل شخص آخر، علما أنه حتى اللقاء اللي طلبه وهو مفوت على علاقة مع حزب الله. لا بدي قبل مفوت بالعلاقة مع حزب الله بدي أنهي موضوع الحراك الفرنسي. نعم. هذا الطرح الفرنسي مستمر.
مستمر أبلغ به مثل ما عرفنا رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملات وأيضا الرئيس مئاتي. ما بعرف مين أبلغ ما بعرف مين أبلغ حرفيا، بس بعرف أنه هذا الحراك الفرنسي اليوم رح يطل بهذا الموقف اللي هو جس نبض. بكرة رح يكون في جس نبض بفكرة جديدة ممكن تتقلب الأمور، ممكن بعدين بفكرة جديدة. هيدي محاولات فرنسية فقط فرنسية لتحريك الأجواء. بس المنطق أنه إذا بدهم يشوفوا أو يكون في جس نبض يروحوا مباشرة عند حزب الله. صار في مفاتحة بهذا الموضوع. نعم، وصلت رسالة لحزب الله من الفرنسيين بهذا الإطار. وهيدي مش جديدة من نوعها. حسب معلوماتي الخطوط الفرنسية مع حزب الله مفتوحة بإطارين، بالسياسي وبالأمن. بالسياسي وبالأمن، وفي تعاون وفي إيجابيات بالعلاقة. وهذه الرسالة وصلت أساسا لحزب الله بالدرجة الأولى. ويمكن كان رد الحزب حسب معلومات المتواضعة أنه هذه بتعبر عن مين؟ هل هي بس جس نبض لكم فرنسي ولا بتعبر كمان عن سعودية؟ كان الجواب لا، بس نحن مجرد طرح ولنشوف شو الاستعداد فيه. لأجل هيك جوابهم ما كان بعده واضح بهذا الإطار. خلينا نشوف، قالوا لهم إذا كان الرد الإيجابي السعودي بهذا الموضوع والأمريكاني وغيره بعدين بنحكي. وبعتقد السعودي منه معني لا بنواف سلام ولا بغير نواف سلام ولا بسليمان فرنجي ولا بجوزيف عون إلا بالموقف والموقف. بس هذا دليل أنه الثنائي الشيعي قابل للنقاش بكل الأسماء، حتى ولو كانت مثل نواف سلام. حسب معلوماتي أنه الثنائي اللي عم تحكي منه مسكر على حدا ولا سكر نقاش. حتى اليوم تبنيهم وتمسكهم الضمني بسليمان فرنجية ما أعلنوه بشكل علني. شو معناته هذا الكلام؟ مش معناته تنازل عن ترشيح سليمان فرنجية قد ما هو استعداد اليوم للحديث السياسي والتفاوض. ما بيقدر اليوم يسكر الباب عدم ويقول أنا هيدا موقعي وهيدا موقف أنا بدي أفرضه على اللبنانيين. واللي بيصور اليوم أنه محاولة سليمان فرنجية فرض، لا، محاولة سليمان فرنجية هن لأنه شايفين خيار ثالث ما له علاقة بالقوات يلي عندها موقفها والتيار الوطني الحر يلي بيعتبر أنه هن سلفوه مع العماد ميشيل عون ومش دايما بده يضلوا ماشيين معه. في خيارات أخرى، وخصوصا أنه في لوم دقيق هذا الكلام، لوم مسيحي من الخيارات الثالثة لحزب الله أنه أنتم قضيتوا على كل حلفائكم بالساحة المسيحية من أجل التيار الوطني الحر. 17 سنة أنتم ما خليتوا حدا اليوم طرف ثالث مسيحي ولا شخصية ولا ما بدي عدد من أجل التيار الوطني الحر. فبالتالي أنا الأوان أنه تقولوا لا يعني يصير في حديث عنا ومعنا. لأجل هيك تمسكهم بالخيار الثالث اللي هو سليمان فرنجية. طيب كمان يعني انفتاح الثنائي الشيعي على البحث بأي اسم لرئاسة الحكومة، هل يقابله أيضا انفتاح من قبل الثنائي الشيعي للبحث باسم جوزيف عون إذا كان مطلب دولة؟ رواند، النقاش مفتوح، ما حدا حكي اليوم. بس موقف حزب الله معروف استاذ عباس. هلأ ما بعرف يعني إذا بالسياسي ما في شيء مسكر. ما بعرف إذا الحزب هن عن جد حاطين فيتو على جوزيف عون أو على غيره، بس أنا اللي بعرفه ما عندهم خطة به الثنائي أو ما حدا عم يحكي اليوم بخطة به. كل الناس عم تحكي بخطة ألف. الخطة ألف يعني ما في خطة به. الخطة ألف بتقول أنه سليمان فرنجي. يمكن بتقلي لي بكرة الخطة به بقول لك إيه، يمكن حزب الله بيرتاح أو هو مرشح ويكون ناجي البستاني. يمكن ناجي البستاني هو مرشح حزب الله الحقيقي لو كان في خطة ب. بس ما في خطة ب بعد. خطة ألف هي الوحيدة يلي سليمان فرنجية. ما في نقاش تاني. أما موضوع قائد الجيش مقاربته شوي بتكون مختلفة، أنه قائد الجيش بعد رغم كل الكلام أنه هو يشكل الحل والتسوية وما بعرف شو، قائد الجيش ما في لا إيجابية بالتعاطي معه لأنه ما في خطة به، ولا في سلبية بصد خطوته لأنه ما صار في بحث. لأجل هيك نحن بعدنا بهيدي الخطة، وكل واحد بيدعي وبيقول صار في محاولات لأسماء أخرى. أنا بقول لك بأكد لك بالمعلومات بعده التمسك بسليمان فرنجي من باب أنه الخط الثالث. بس يبطل في تمسك ويصيروا بالخطة به والخطة جيم يمكن وما بعرف شو، ساعتها بنحكي كلام آخر. لهلا ما في. يمكن بكرة يصير في أسماء وسطية إذا والله سليمان فرنجي طلع وقال أنا بطلت مرشح لرئاسة الجمهورية. ساعتها بده يكون كل اللي عم يدعمه مش بس حزب الله، مش بس حركة أمل، مش بس القوى المسيحية الأخرى الطرف الثالث، مش بس النواب السنة. بدك شوفي نواب آخرين ممكن يقولوا نحن إيه بدنا نوصل مرشح تسوي هيدا إذا أعلن سليمان فرنجي، وأنا أشك أن سليمان فرنجي يعلن عدم ترشيحه. طيب بس هذا الشيء كله دليل أنه الاستحقاق الرئاسي بعده بعيد. بعد ما نضج لهلأ نعم في مراوحة. ما في شيء جديد، بس تعودنا بلبنان، تعودنا بالصياغات الإقليمية
انه ننام على شيء نفيق على شيء، مش معناته والله انه شهر أدار مش رح يحمل شيء جديد، لا. يمكن نهاية أدار بنيسان إذا كملت هيدي المسارات الفرنساوية حاولوا يحركوا الأجواء ونشطوا على الخط السعودي الإيراني وكمل هيدا الخط وشفنا هيدا المؤشر الإيجابي، قلت لك المليار دولار السعودية باليمن كمل هيدا الخط. حتى الانفتاح السعودي على سوريا من بعد الكارثة. هلا بنحكي بموضوع سوريا، موضوع سوريا شوي مختلف، الانفتاح الخليجي والعربي إلى مقاربة مختلفة هلا بنحكي فيها، بس لا تحديدا موضوع حزب الله له علاقة باليمن، السعودي اهتماماته أولويته باليمن، استقراره باليمن بيعنيه، اليوم عم يطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طالع بمملكته إلى صعودا وهو بين السعودية الحديثة، وبالتالي اليوم عم بيشكل حالة مملكة متطورة جدا، بده استقرار بالإقليم. ما في اليوم يعمل استقرار إذا ما أوجد حل لمشاكله، الحل يبدأ من اليمن، أولويته اليمن، استقرار اليمن، سلام اليمن، وقف النزاع باليمن، وساعتها المملكة خطة 2030 بين أنه رح تكون رقم صعب على صعيد العالم مش بس بالعالم العربي. طيب رح فوت بموضوع علاقة الحزب بالتيار، بس بدي سمعك اليوم كلام لافت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، بس اللي شو بتفهم منه حين تمتد مصلح، عم يحكي عن، اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم لأقول بأن الاحترام والحوار مع الآخر تطبيقه في داخل من يحمل هذا الشعار في وطنه، أما حين تمتد مصلحته على حساب مصالحنا الوطنية لا يعود هناك مكان لا لاحترام الآخر ولا للاعتراف بالآخر أصلا، يعترفون بك طالما أنك تحقق مصلحة لهم. بالمعلومات موجه إلى الرئيس، رئيس التيار، بالمعلومات أنه هناك طبعا زعل غضب صار عند الحزب من التيار وطن الحر. ليه؟ بسبب الخطاب وتحديدا من رئيس التيار جبران باسيل يلي بيعتبره مرتين أشار لتسمية شخص الأمين العام للحزب، مس بالمباشر بالسيد مس بالمباشر حسن. وهيدا اعتبروه كتير صعب الرجوع عنه. لأجل هيك لما طلب النائب جبران باسيل موعد لمقابلة سيد حسن نصر الله كان الرد هل هناك شيء جديد؟ عرض الأسماء نحن بلغناك أنه سليمان فرنجي، هل مستعد تحكي بسليمان فرنجي والآخرين ولا بس بالآخرين؟ كان الجواب أنه نفس الكلام السابق بآخرين، فقالوا له ما في داعي لهذه المقابلة. مش معناته أنه تسكر الباب هون. هلأ الخطاب المرتفع، السقف العالي عند الطرفين رح يصير عند الجمهورين، هيدا بيعني أنه في توتر، وأنا بعتقد التفاهم انتهى، تحالف بس من مصلحة اثنين أن ينتهي هذا التفاهم أبداً. يعني أنه أنا كمراقبة لبنانية أو كمواطنة لبنانية أنا بتطلع بقول هل من مصلحة التيار أنه يفك ارتباطه أبداً. مع حزب الله، وخصوصا يعني الإغداق بالمساعدات اللي اجته للتيار بالانتخابات النيابية ماليا وسياسيا، ماليا وسياسيا من مصلحته أنه يصير هذا أول الطلاق. أول شيء ما في مصلحة لحتى نكون منصفين لاثنين، يكون في طلب للحزب وللتيار بس أكثر للتيار. ليه؟ التيار اليوم، تيار وطن الحر، عم بحكي بنقد اليوم هيك إيجابي، خلينا نكون إيجابيين بالتعاطي وبعيدا عن الاصطفافات. أول شيء التيار ما عنده حليف آخر، التيار اعتاد على حزب الله من 6 شباط عام 2006، من 17 سنة وشوي، أنه كل شيء بده إياه جبران باسيل بيقولوا له نعم. عاش ربي نمي بالسياسي جبران باسيل بهيدا الاحتضان السياسي لحزب الله على كل شيء اللي بده اياه بنفذوا له اياه، وقفوا حكومات كرماله بالمجلس النيابي تحالفوا معه بالدعم اللامحدود بالوظائف، 10 وزراء بالحكومات مره اللي بدك اياه. 17 سنه عاش جبران باسيل الحزب يقولوا له نعم، لاول مره بيقولوا له لا. ما تعود جبران باسيل نفسيا وبسلوك السياسي انه الحزب يقول له لا. بس شو السبب؟ هل هو فقط الملف الرئاسي ولا كان في اكثر من موضوع؟ انا بعتقد خطا حزب الله، كان خطا حزب الله انه كان يقول نعم. حزب الله اطاح بكل حلفائه الاساسيين بالساحه المسيحيه من اجل جبران باسيل. اليوم اجى ليدفع الثمن. جبران باسيل اليوم يعتقد حسب معطياتي او جوه يعتقد اليوم انه تحرر من حزب الله بلاطه وكانت على صدره مثل ما قال احدهم وشخصية قيادية وانزاحت. ليه؟ بيعتبر أن العقوبات
هي حصلت بسببه، انه هذا امر غير صحيح حسب ما بيقولوا الامريكان. بيعتبر انه خسر لانه العقوبات مبنيه على ملفات الامريكان قالوا يوما ما بننشرها، انا مش مخول لانه ما شفت، بس ما خص بحزب الله. ثاني نقطه، بيعتبر انه خسر الشعبيه المسيحيه كرمال التحالف مع حزب. نعم خسر اكيد مسيحيا لانه متحالف مع حزب الله ولا مو بالموضوعيه، بس بنفس الوقت هو كسب كتير. وإذا بدك بالنواب اليوم بنحكي، بالبقاع كسب بفضل حزب الله، ببيروت الثانية، بمناطق أخرى كسب 3-4 نواب هيدي الدورة، وقبلها كان أكتر كسب وجوده واستمراره وقوته. فكان اليوم هيدا التموضع اللي كان بالساحة المسيحية لحاله بعيدا عن الحالة الوطنية لا ينتج بهذا البلد رواند. وبالتالي إذا كان يعتقد اليوم التيار الوطني الحر رح يكسب مسيحيا، اليوم ما في انتخابات من هون 3 سنين بعد، الناس بتغير وبتحكي وفي مستجدات وفي تموضعات وفي سلطة وفي أوضاع مختلفة. لأجل هيك وإذا كان يعول بس على العامل القطري اللي كان موجود، بعتقد القطريين تراجعوا شوي. ما بعرف إذا بدعم المادي تراجعوا لأنه السعودي منه مشجع باتجاه جبران باسيل. أعتقد بعتقد التيار الوطني الحر هون أنه يغازل يرجع العالم العربي أو الدول أنه أنا تركت، والبعض عم بيقول أنه هو موعود بنهاية أدار بيفكوا عنه العقوبات. أنا معلوماتي بتقول لا، الموضوع اللي بتعلق فيه مش لأنه فك مع حزب الله أو ضل مع حزب الله، لأنه حزب الله اليوم إذا عمل رجع تفاهم الإيراني والسعودي بأكثر من ساحة، ساعتها بصير كمان بلبنان له اليد الطولة وبمباركة السعودية وغيرها. لأجل هيك اليوم في خسارة للتيار رح يكتشفها يوم بعد يوم. مسيحيا هل بيقدر يعمل تحالف مع الحزب القوات؟ حزب القوات بيعتبر حسب معلوماتي حتى بعد اتفاق معراب أنه التيار عمل فيه تركوا ما التزم، خدعوا ما التزم فيه يلي كان بنص 50-50 بالسياسة بالسلطة، وتركوا حتى ملف أول ملف اللي عم بصير وتحجج بالكهرباء. هلأ مش معناته أن احنا ما بنشجع التحالفات، لا بالعكس لازم التحالفات تكبر وتكون إلى بعد وطني وما تكون إلى بعد طائفي، لأنه هذا البلد ما بيتحمل بس تحالفات وطنية، لازم يكون حتى عند حزب الله وغيره لازم يكون في تحالفات وطنية لحتى ما يكون في تموضع. بس أنا باعتقادي التحالف حتى الآن خلص، التفاهم انتهى، في مراوحة سلبية، ما في معطيات إيجابية، ولكن مش معناته أنه الباب تسكر. قد يكون هناك رضوخ من قبل جبران باسيل أنه أنا غلطت وأنا بمشي معكم مع جبران باسيل، أو ما بدي أقول غلطت عذرا، أنا برجع بمشي معكم مع سليمان فرنجية، فبترجع الأمور تمشي. بس كمان مطروحة بالميلتين أو الرضوخ لي يمكن إرادة حزب الله يمشي بسليمان فرنجي، أو من الميل التاني كمان في خوف أنه الرضوخ لسمير جعجع ويمشي بمرشح يقدروا يتفقوا عليه، أو يمشي بمرشح القوات، ممكن تحالف على القطعة. أيها الأقرب إلى الواقع؟ ما هو جبران باسيل بده باثنين، خلينا نستعمل التعبير الشعبي حذرا هذا التوصيف، ولكن مثل هون بيقوس على هاي الإجر وهون بيقوس على هيدا الإجر. يعني كمان هو إذا الجنرال جوزيف عون منه قادر يستوعب يصير رئيس جمهورية، كيف بده يستوعب أنه مرشح لحزب القوات اللبناني؟ هون في إشكالية كتير كبيرة. يمكن يكون في تفاهم، ليش لا؟ يمكن القوات بكرة إذا صار في تسوية كبيرة بالمنطقة يتفاهموا مع حزب الله أو مع الثنائي. مين قال لا؟ مين قال أنه الحزب القوات منهم براغماتيين؟ حزب القوات براغماتيين أكثر من التيار الوطني الحر، وحزب القوات بيقدروا بياخذوا وبيعطوا. حزب الله منفتح على الحوار مع القوات اللبنانية؟ إذا صار في تسويات ليش ما صار مرة حلف غير مباشر بالانتخابات النيابية بال 2005 على ما أعتقد ومشي الحال؟ ليش حزب الله بده يكون مسكر على القوات؟ حزب القوات هو حزب لبناني بحق له يعمل أي تحالفات مثل ما بحق للتيار الوطني الحر يعمل أي تحالفات. هلأ بالاستراتيجية مختلفين، بس هذا شيء مش واضح استاذ عباس، لا لانه اساسا اشاراته بعدها مش مبينه، وخصوصا بانه حتى الدكتور سمير جعجع مع الرئيس نبيه بري ما عم يعرف يتفاهم. لا هو كان ما عم مين بده يتفاهم؟ نعم دكتور جعجع وليه ما نزل على الحوار؟ هي هلا صرنا خاضعين للمزايدات. انا بحكي بالسنوات الماضيه وكان في دور، انا بحكي هيدا كان في دور، وانا بعرف كان في دور للوزير ملحم رياشي انه يعمل مثل مشروع تفاهم حتى مع الرئيس بري ومع حركه امل، وانا بعرف هذا الشيء. هيدا ايضا هيدا كان بعد سنوات الماضي بالفراغ. لا مش بفتره من سنوات ماضي وما كتب له النجاح. وهلا اذا بتقولي له لمرحم ملحم رياشي بحب هو يعمل جمع تيمان
إذا بتقولي له إنه تعا عمل تفاهم مع فلان وفلان، حتى مع حزب الله وقت راح يسار حضر بالساحة وكتب عنه إنه هل بيصير شيء؟ لا، القوات قادرة إذا بدأ عند القرار، بس بعتقد تنتظر الإشارات الخارجية إلى علاقة بالتموضعات الإقليمية. وإذا اليوم صار في تفاهم برا، أكيد القوات راح تتحرر أكثر بهذه التفاهمات السياسية إلى مصلحة. أوكي، رح تتحرر إلى درجة أنه ممكن تمشي بسليمان فرنجية ولا فقط تأمين النصاب؟ أنا تحليلي معلومات ما في أنه هني ما بدهم سليمان فرنجية أكيد. تحليلي القوات لهم مصلحة بسليمان فرنجية أكثر ما لهم مصلحة بالوزير جبران باسيل. ليه؟ أول شيء لأنه سليمان فرنجية ما بيشكل لهم خطر على الساحة المسيحية من حيث التوزيع السياسي بالمناطق. ثانيا، سليمان فرنجية بيعطيهم كلمة بيوعد وبيمشي الحال، وهي انغطوا على كل المجازر اللي صارت بالحروب والمشاكل وفتحوا صفحة جديدة بهذا المعطى وصار في حوار. ثالثا، سليمان فرنجية إذا عطى كلمة وفي معروف. رابعا، سليمان فرنجية عنده بعد كمان سياسي إقليمي مش بس محل، بيعمل لهم تغطية فبيحرره من محل لمحل، خصوصا إذا صار في عملية قلت لك الانفتاحات الإقليمية بهذا الإطار. مين قال أنه سليمان فرنجية محرم عند القوات؟ كيف القوات تقبلت الجنرال ميشيل عون بفترة من الفترات؟ كان في اتفاق مع راب، يعني هون سليمان فرنجية يختلف عن جبران باسيل، ما بيعمل اتفاقات مصلحية. مين قال ما بيعمل سليمان فرنجية اتفاق مع راب؟ مصلحة تقاسم حصص بفوت بهيدي القصص سليمان فرنجية بالسياسة وبيعق سليمان فرنجية مش بس براجماتي، حسب معلوماتي واقعي بيعرف انه حزب القوات اللبنانية عندهم التمثيل المسيحي الاول. نعم، بالنيابة. بس هذا الواقع، بس وليه ما بيعمل بيعطي كل كتلة حجمها. مش مثل اتفاق معراب كان تقاسم الحصة المسيحية 50-50% عم بحكي. هلا بعد هيدي التجربة اللي صارت بمعراب، اذا كانت القوات بدها سياسي عن جد واقعي بتتعاطى على هيدا القدر، وبتعرف انه يمكن تعمل اتفاق. انا عم بحكي هلا ما بالتحليل، ما في شيء منه، بس انه الخيار الحوار التسوية مع سليمان فرنجية ممكنة وقابلة للحياة أكثر بالنسبة لهم بعد تجربة اتفاق مع راب الماضي. طيب قبل ما أختم الملف الرئاسي وكمان ربطاً بعلاقة الحزب بالتيار، اليوم برأيك شو اللي منتظره النائب السابق وليد جنبلاط لا يمشي بهذه التسوية؟ لأن معروف أنه يمكن هذا الملف ممكن أنه ينحل بالداخل اللبناني. نعم. إنما إذا مشيوا السنة وكتلة اللقاء الديمقراطي بهذا الحل اللبناني. نعم. هل الاشتراك ينتظر إشارات من السعودية والسنة ينتظرون أيضا إشارات من السعودية؟ حزب التقدم الاشتراكي حزب وسطي، كان مش من هلأ، كان وسطي من لما ترك حلف 14 شباط، عن جد مشي بالوسطية. وليد جنبلاط أخذ مواقف أحيانا ضد حزب الله أحيانا هون، بس أنا بقول لك بالاجتماعات اللي صارت بالتسويات اللي صارت بمقاربة الملف السياسي كان الحزب التقدم الاشتراكي عم بيقيسا بالتوازن. وانا بعتقد رغم كل الموقف انه هني مع ميشيل معوض وتصريح بعض النواب اللقاء الديمقراطي، انا بعتقد ما في مشكله جديه مع سليمان فرنجيه، لانه كانت العلاقه حتى بين طوني فرنجيه و تيمور جنبلاط كانت علاقه جيده وايجابيه، في ود. انا بعرف وانا شاهد على بعض المحطات كان في ود بهذا اللي صار، في زيارات سابقه. هلأ؟ لا، بعده موجود. أوكي. هلا الموقف اللي اخده حزب التقدم الاشتراكي لانه عارف انه هلا ما في حسم لقرار رئاسه الجمهوريه لسليمان فرنجية، بس بظن واقعيته السياسيه وكل تعاطيه مع الملفات خصوصا بالاونه الاخيره، اذا لقى انه سليمان فرنجية حاز على هيدي المساحه الاوسع من نواب السنه وشيع وحب ويعني وشويه تغير مسيحي من المستقلين، بعتقد بيمشي بهذا الخيار. اذا لقى وبيلاقي له مبرر انه هذا لمصلحه البلد والخروج من الازمه وحتى لا يبقى الفراغ ولا يبقى شغور. وليد جنبلاط اليوم بيعرف مع حفظ الالقاب انه ما في قرار بالحسم اتجاه اي مرشح، وبالتالي عم بيغرد اليوم وعم بيشوف وعم بيراقب، بس لما تحز المحزوزية بعتقد البوصلة السياسية أكثر واحد بيعرف يقراها هو وليد جنبلاط بالبلد. طيب حكيت عن أعداد المسيحيين أو وجهة النظر المسيحية. نعم. اليوم كان في كلام للرئيس نجيب ميقاتي قامت الأيام عليه عن موضوع أعداد المسيحيين. إيه لما كان على الجديد. صحيح إنه وصلت له دراسة قامت الأيام عليه. بس قال أنا ما بعتقد، يعني ليش معلقوا على جزء آخر من الكلام؟ ما بعرف أنا كصحافي. طيب ما هذا اللي بدي أسألك. لأنه في حالة توتر.
اليوم في هدف بأنه جر الساحة الداخلية اللبنانية إلى مرحلة الاقتتال أو الفتنة الإسلامية المسيحية ما حدا له مصلحة. أول شيء خليني بلش بمؤقف. لا أنا عم ينحكي عن رئيس فوضى. عم ينحكي عن رئيس فوضى. لا ما في حدا له مصلحة بالخارج. ولو كان في مصلحة بالفوضى كنت شفتي أموال من الخارج بتجي لصالح المجموعات أيا كان. طالما ما في أموال عم تجي لحدا ولا أي مجموعة ما تخافي من الفوضى بلبنان. الفوضى بتحصل لما تشوفي في أموال إجت لهذا الطرف أو ذاك. ما في أموال عم تجي لا لهذا الطرف ولا ذاك، وبالتالي كل الاحتجاجات اللي عم تصير هي احتجاجات محقة شعبية، إلا بعض هلأ بنحكي عنها المدفوعة اللي راح باتجاه المصارف في بعضها مش كلها إلى هدف، وهلأ بنحكي فيها بس نحكي عن موضوع القضاء والمصارف إذا حبيتي. موضوع رئيس مئاتي، أنا كصحافي كنت عم راقب عم بحضر، كان كتير الكلام دقيق إنه قيل وسطه هالدراسة، وهي أنا فعلا موجودة. أنا من فترة اطلعت على بعض هذه الدراسات وما كنت موافق، نحن باعتبارنا مركز دراسات ما وافقت على هيدي الأعداد. هلأ يمكن الموجودين بلبنان والمش موجودين بلبنان صار في حديث آخر. الموضوع أنه يمكن بيوصلوا بين أقل من 30 أو حد 30، ما بدي فوت أنا بالأسماء لأنه ما في عندنا دراسة علمية، ونحن ما فينا نحكي إلا إذا كان عندنا دراسة علمية. هذه الدراسة طبعا كنا وصلتنا بطريقة أو بأخرى لحكي عن الرئيس مئاتي، بس مين وراها؟ ما بدي أحكي، حفاظا على أمانة بعض المراكز يلي نقلوا هذه الدراسة، هن أصحاب مركز أو يعني مش بس مديري مركز أصحاب مركز حكيوا عنه، وما بعرف ليش حكوا وقتها. هلأ رئيس مئاتي قال ما بعتقد، يعني هو ما وافق على هذه الأحداث، بس هو أشار لها، اعتبرت دعسة ناقصة ربما بالإشارة ببلد أولا، حتى وسع إطارة، يعني قال مش بس بلبنان هيدا الموضوع والهجرة مش بس للمسيحية عم بتطال كمان. نحن كمركز دراسات عنا هلأ دراسة عم نجريها صراحة، خلتيني أقول عن موضوع الدور المسيحي، وين صار في هواجس، وين في تحديات مش بس بلبنان بالمنطقة، وأنا مستعد يعني أعلنها عبر مؤسسات إعلامية اللي بدي عبر الجريد أو غيره وأعطيها لأصحاب الشأن بس لتنتهي خلال أيام. اللي بدي أقولك يا رواند، رئيس مئاتي ظلم في مكان إنه قال أنا ما بعتقد، لأنه في توتر سياسي بالبلد، لأنه التيار الوطني الحر هو عنده حساسية وناطر الرئيس مئاتي على كلمة أو زحطة أو إشارة ليخدها بهذا الاتجاه. صار في مزايدات أخرى من القوى السياسية الأخرى المسيحية، لأنه يا رواند نحن للأسف عايشين اليوم خصوصا بالبعد الطائفي بالمزايدات. يعني كان التيار الوطني الحر رايح على جلسة التشريع بالبداية، قام على السقف الحزب القوات ومن ثم البطرك، اضطر هو يعلي السقف. هيدي المزايدات عم يدفع ثمن البلد. اضطر هو يوقف كرمال موضوع المزايدات فقط، ولا كرمال لأن طرحه ما مشي بموضوع التمديد تحديدا؟ أنا بعطي جزء الأكبر هي المزايدات. المزايدات وخصوصا حزب القوات تحديدا ناطر التيار الوطني الحر على غلطة، مثل ما التيار ناطر حزب القوات على غلطة. ونحن للأسف اللبنانيين ضحية المزايدات عند الكل، مش بس في الساحة المسيحية، حتى ما أكون عند الكل ضحية هيدي المزايدات اللي عم بتصير. هلأ بموضوع عدد المسيحيين، قال رئيس مئات اللي قال ما بعتقد بني على هذا الكلام. أنا اللي بعرفه أنه رئيس مئاتي منه بهذا الجو، والدليل على ذلك رايح على الفاتيكان بعد أسبوعين، يمكن رايح على الفاتيكان لا يعمل مشاورات. حاولت أعرف شو طبيعتها، لأنه البعض صار يعطيها بعد، شفنا على السوشيال ميديا أنه رايح يقول للفاتيكان أن المسيحيين ما عاد لهم دور. لا، غير صحيح هذا الكلام. هيدا لعب بالوسطيات بالماء العكر بهذا الإطار. إذا في خلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب مئاتي، هو خلاف سياسي ومنه خلاف عقائدي ولا إله بعد لا طوائفي ولا ديني. وإذا كان في خلاف اليوم بين الثنائي والتيار، هو خلاف سياسي ما إله بعد عقائدي ولا ديني، وكل واحد بيقول إنه أنا عم دافع عن هيدي الطائفة أو حق هيدي الطائفة، هيدا بس بده هو يرتفع على حساب الطائفة. ولا مرة الخطاب الطائفي بلبنان جاب حق للناس، والدليل على ذلك اليوم كل اللي رفعوا خطابات طائفية ما قدروا أعطوا لحقوق ولا دافع عن حقوق ولا أعطوا معيشة لأي من الطوائف بدون ما سمي. تاني نقطة، بدون ما تسمي عرفت مين قصدك. أنا ما بدي صوب على التيار، التيار في عنده كتير نقاط إيجابية، وفي التيار آخر شيء تبهي للأمانة حتى نكون علميين،
التيار الوطني الحر هي يمثل شريحة واسعة من المسيحيين ثبتتها الانتخابات النيابية، وهن بأصعب ظرف. يعني لما كان العهد خلص، لما كانوا هني يا استاذ بعدك هلا كنت عم بتقول انه كمان حزب الله له دور بموضوع طبعاً. الكتله وحجم الكتله طبعاً. يعني ما بدي فوت انا بهيدي التفاصيل، بس ان عندهم تمثيل ودليل نعم. على ذلك صحيح. أكيد. عملوا مسيره أكيد. او تظاهره، وما حدا بيقدر يلغي حدا، وبالتالي ما حدا بيقدر يلغي للتيار نعم. التيار موجود وعند الكتله النيابيه، حتى لو صارت 10 او 12 او 15 وموجود، مثل ما في كتل عندها أربعة صحيح. يجب احترامها. ما في حدا يلغي للتيار أكيد. هو موجود، بس بنفس الوقت التيار نتيجه هيدي الممارسات السياسية، السلوك السياسي بالمرحلة الأخيرة ضد الكل وضد ما بعرف شو، والبعض بيتهموا أنه عنده أدوات بالسياسة وبالقضاء عم يعمل الانتقام من الكل وبده يفرض رأيه، صار في عنده محطات سياسية. أنا كتبت بالنشرة من كم يوم أنه بتستوجب اليوم من النائب جمهوران باسيل أنه يعمل عملية نقد ويقول أنا أخطأت بهذه المرحلة، خليني أرجع أروح صحح، وقادر يصحح لأنه زلمي ذكي بالسياسي منه غبي، بس رايح هيدا التصرف السلوك الفوقي بالتعاطي مع الكل، لأنه اعتاد من حليفه الأساسي الأقوى حزب الله ب 17 سنة يقول له إيه وأنا معك وأنا بظهرك، فراح هلأ ما عاد عنده، خسر اثنين، خسر حلفه القوي مع حزب الله وخسر السلطة بمعنى رئاسة الجمهورية، فبالتالي صار ما عنده قوة سياسية تقدر تفرض يلي كان يفرضه بالسابق، عم بيحاول يرفع بخطابه لحتى ياخد حالة شعبية، وبعتقد هاي الحالة الشعبية تمددت 0.5%، 1%، 2%، 5%، ما بتقدم وبتأخر باللعبة السياسية اللبنانية. نعم. طيب هلأ لأن حكينا كمان بقصة التمديد، شو مصير لواء عباس إبراهيم بوقت أنه قرب الموعد ب 2 أذار، وبعد لحد هلأ ما في أي بوادر أنه في أي صيغة قانونية ممكن أنها تطرأ؟ أول شيء ما كانت المؤشرات إيجابية بالأيام الماضية. ليه؟ مجلس النواب لنبلش القصة هيك بحذافيرها لنعطيه حقها. نعم. مجلس النواب كان في رغبة بالتمديد للواء عباس إبراهيم من الثنائي بالدرجة الأولى. نعم. من حركة أمل وحزب الله كتلهم النيابية ومن آخرين نواب آخرين وأعلنوا موقفهم المؤيد من كل الكتل للواء عباس إبراهيم. نعم. وبيعتبروا ونعتبر أنه اللواء عباس إبراهيم نعم يشكل ضماني بهذا البلد ولازم ما يكون في شغور بهذا الموقع، ولكن التيار الوطني الحر ما بعرف أنا إذا فعلا هو ما بده اللواء عباس إبراهيم لسبب، لأنه كان بيقدر يعمل هذه الخطوة أيام ما كان رئيس الجمهورية بعده موجود بالقصر وكانت الحكومة تقدر تعمل جلسة وبمشاركة الكل. هل أنه التيار الوطني الحر فعلا ما بده اللواء عباس إبراهيم؟ بعتبر إذا فعلا هيك يعني الدنيا ما فيها وفا، لأنه اللواء عباس إبراهيم اللي عمله للتيار بدرجة أولى وللبلد بس كان كتير كبير. هاي نقطة. نقطة تانية، بس قبل ما تنقل لنقطة تانية، مع أنه يقال أنه الوزير جبران باسيل التزم مع اللواء عباس إبراهيم أنه هو لما ينزل على مجلس النواب رح يصوت بتمديد. طب تفضل، ليش ما نزل؟ ما نزل على مجلس النواب وبالتالي كان بيقدر ينزل لأنه في عن جد بنود أساسية. اللي صار جلسة لهلأ مفتوح قرار الرئيس بري، ممكن عم يتمهل، ممكن يعقدها، يدعي لها. طيب لانعقادها سهل؟ انا بقول لك لا، لانه التيار الوطني الحر ما بده، حزب القوات ما بدهم، والنواب اللي اعلنوا 48 47 ما بعرف قد ايه ما بدهم جلسه. معناته هيدا الباب للتمديد للواء تقريبا تقريبا سكر. مسكر. نعم. خلينا نقول هلا رجعوا طرحوا بجلسه مكتب المجلس انه يحطوا إعادة هيكلة المصارف اللي عم تدرسها، والرئيس بري أوعز لجنة المال والموازنة يسرعوا لي فيها، بدنا نخلص إعادة هيكلة المصارف لنعمل دورنا، بتخلص بخلص بسرعة. ما رح تخلص بهيدا الأسبوع قصدي. معك حق. نقطة تانية، سكر الباب بدنا نروح على الحكومة. الحكومة رئيس مئاتي حسب معطي معلوماتي استشار وصارت معروفة أول مرة ويمكن هلأ تاني مرة رجال القانون أو شخصية قانونية، كان الجواب أنه لا، الحل في مجلس النواب وليس في مكان آخر. صار في حل أنه يحكوا أنه بالتعاقد، وزير الداخلية ما في يعمل هذا التعاقد لأنه خارج أنه منه عسكري لواء إبراهيم. تاني نقطة، مجلس الوزراء أنه بيعملوا تعاقد مع مدني فوق 64 كمان القانون حسب ما بعرف ما بيجوز. طيب ما هو الحل؟ هلأ في قطبة مخفية إلى علاقة بطرح قدمه أحد النواب السابقين، تعليق المهال وما بعرف شو بعده قابل، هل الرئيس مئاتي بياخذ هالقرار وممكن يصير في طعن فيه ولا لا؟ هلا اللي بعرفه انا في تمسك باللواء عباس ابراهيم، مش بس من الثنائي حتى من اللواء. هون فاتتني شغله اولى، حتى النواب السنه طرحوا بجلسه مجلس النواب
تشريع، اذا بده يصير في تمديد للواء عباس ابراهيم كمان يكون في تمديد في للواء عماد عثمان، ولكن في رفض من بعض النواب لعماد عثمان، فصار في مبدا المقايضه، رفض من التيار الوطني الحر، مش بس من التيار الوطني الحر، ما بعرف اذا حزب الله كمان ما بده التمديد للواء عماد عثمان حسب معلوماتي هيك ما بده، فهون المقايضه سقطت بهذا الاطار. هلا نحن الباب مفتوح ما انه مسكر، السبب المفتوح انه شخص اللواء عباس ابراهيم ما يشكله من ضمانه، ابعد من هيك بالحلول لهلا ما مبين شيء جدي، يعني ما مبين بعد في شيء، هلا بفاجئنا الرئيس مئاتي بيطلع له بحل باخر لحظه، هذا الشيء وارد من هون لاثنين اذار، نحن اليوم ب 25 بننطر جلسه الاثنين لانه يبدو انه بس محصوره بالامور الماليه. نعم. وواضح كمان انه الجو اللي بيقول انه هذا الموضوع متعلق بوزير الداخليه وبالقرار السياسي اهم شيء وليس موضوع عند مجلس الوزراء. طيب قبل ما انقل لموضوع الاقليمي وبدي احكي كمان شوي باشارات السيد حسن نصر الله باتجاه امريكا وإمكانية نشوب حرب أو أي شيء. خليك تحكيني بالقضاء والمصارف. بدي أحكي، ما عم بقول لك قبل ما أنقل على هول المواضيع رح أحكي بالقضاء والمصارف والحالة اللي وصلنا لها وهيدا الجدل ما بين رئيس الحكومة وما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأن يبدو أنه حتى البيان كان صادر عنه بالشخصي. لو مجلس القضاء الأعلى أخذ دوره من الأساس ما كنا وصلنا لهون للأسف. كان الخشية أنه تتحلل المؤسسة القضائية رواند، ما حدا له مصلحة بالبلد تتحلل المؤسسة القضائية. ليه؟ في مثل بيقول العدل أفضل جيش والأمن أفضل عيش. الأمن يعني الجيش والقوى الأمنية إذا ضبطوا، هيدا العيش الحقيقي للناس، والعدل هو أفضل جيش، هو اللي بيحمي البلد. وكتير في محطات بتحكي قديش القضاء هو أساسي. للأسف المشكلة السياسية اللي كان المشكلة السياسية اللي كانت موجودة بالبلد انتقلت على المؤسسة القضائية. شفناها بوجهين، أول وجه بمجلس القضاء الأعلى وبعض القضاة بيقعدوا على جنب والبعض بيعترضوا، والنقطة الثانية شفناها بما تتهم فيه مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. صار اليوم في اتهام صريح وواضح مش بس من قوى سياسية، من جانب من الشعب، انه القاضي غادة عون، عم قلت اتهم انا ما بدي اتبنى، انه هي اليوم تعمل لصالح فريق سياسي وليس لصالح البلد، فصارت موضع إشكالية، لانه المحامين اللي بتعمل معهم هن محامي التيار ومعروف منهم احد المحامين. هي دائما بتاخذ الخطوات اللي بتلبي وبتعبر على كل حال بتغريداتها واطلالاتها، وما في قضاء قاضي بالبلد كان بيعمل هيدي الاستعراضات، وهيدي كانت ممنوعه. كنا نحن كصحفيين نمشي بالعدليه، كان انا صحافي القضائي بالبدايه، كنت اول بدايتي نمشي بالعدليه، اذا بدنا نسال قاضي ما يطلع فينا، انه اذا حدا شافه عم يحكي مع صحافي بيعتبر شيء غلط وشيء عيب، ما يطلع فينا القاضي، نعمل 100 محاولات مع رئيس القلم ومع الكتاب ولا ناخذ خبريه. كنت انا باللواء، جريده اللواء، محامي صحافي قضائي. اليوم صار القضاة، بعض القضاة مثل القاضيه غاده عون تطلع بتحكي على تويتر وبتعمل، يعني شو هيدا؟ هيدا نتيجه القاضي، القضاء فقد هيبته الى حد ما في لبنان للاسف، وهيدا مش مصلحه للبلد. القاضي غاده عون اليوم مش بس من المصارف، من جزء كبير من الناس بيعتبروها انه هي منحازه، لاجل هيك لما صار في دعوه، اول دعوة وبعدين الدعوه اللي استكملت باتجاه سوسيتي جنرال اطوان صحناوي، اعتبرت انه هيدي الدعوه تخدم التعطيل بين هلالين، ومش انا عم بقول هذا الكلام، من يتهمها انه هي اداه تعطيليه، لانه الرئيس مئاتي كان عم يعمل حل من المصارف، ترجع المصارف وعلى اساس خلال يومين وبالتالي ترجع الناس تنتظم الحياه بهذا الاطار. هلا تكون دقيق، الناس بطبعة اللي فاقدة إدعاتها اليوم مجمدة ساخطة على المصارف ومعهم حق، ساخطة الناس على المصارف ومعهم حق، وما فينا ندافع عن المصارف ومعهم حق، بس مش بهيدي الطريقة اليوم يحاسب لبنان وليس المصارف. لقلك ليه روانت، التهم تعيد تبييض الأموال هي بتوقف تجمد أموال المصارف اللي هي أموال اللبنانيين، أموالك وأموالي وأموال الناس محطوطة برا، بتجمد أموال اللبنانيين في الخارج، وبالتالي بكره رح تيجي الدول ومنها الفرنسيين انه هاي المصارف على تمييض، يعني جمدنا لكم كل اموالكم برا. نحن قضينا على الجسم المصرفي بلبنان، يعني على الايداعات، يعني على المودعين. يعني اليوم تصرف القاضي غاده عون بالمعنى الوطني يعتبر يفسر غير وطني، استفزازي، كيدي، يلبي جهه سياسيه. انا ما بدي دافع عن المصارف، ولا الي مصلحه ولا الي علاقات معهم،
بس أنا بنفس الوقت كلبناني بدي دافع عن الجسم المصرفي بلبنان لما بعد لأحفظ حقوقي. طب إذا هيدا التلميح على أنه يلبي مصلحة التيار الوطني الحر، شو مصلحة التيار الوطني الحر من القضاء على القطاع المصرفي؟ ما إله مصلحة بهذا الإطار، إله مصلحة التهم تطير إنه حاكم مصرف لبنان، هيدا جزء تعطيلي أنطوان صحناوي هو خصم لألهم مثلا تاريخيا بالسياسي وغيره عم بيحاسبوا بالقضاء بهذه الطريقة. رئيس الحكومة اعتبروا أنه هو عم بيدافع عن المصارف، فبما أنه حربوا مع رئيس الحكومة من عبد المصارف حاكم مصرف لبنان جزء منه، يعني خرباني خرباني خليه يخرب البلد كله سوا. لا مش هيك. التعطيل هيدا بيخض البلد على مكان آخر. أنا ما بدي أتبنى بس عم بنقلك الصورة بأمانة علمية. اليوم ماذا تتهم القاضي غادة عون؟ يمكن تكون هي قديسة، أنا ما بعرف، بس أنا شفت السلوك. دليل على ذلك رئيس القضاء بلبنان النائب الرئيس بلبنان هو، حتى جيب حرفيا حتى أكون دقيق، حرفيا بعت له للقاضي غادة عون أنه في دعوة بيعتبرها خصمة هي. على كل حال الرئيس الأول الاستئنافي بجبل لبنان بالتكليف بعت له ورجع رد أنه اتصل فيها وهي أبلغته استعدادها بعد إبلاغ المودعين إنه هي، ولو اعتبروها هي خصمي ويعتبروها خصمي ومن قاضي نزيه بيعتبروها هني، فمفروض تتنحى على جانب يكلفوا غيرها. اعتبرت إنه إيه هي مستعدة بس يكلفوا يبلغوا المودعين. يعني زدت عند المودعين، وين صارت هاي؟ يعني المودعين يعني هذا المحامي فلان الفلاني التيار وكذا وكذا وغيره. يعني شوفي هيدي حملة منظمة صارت أهدافها يمكن تفسيرها أنه تعطيلية وغير وطنية الأهداف. نعم. لأجل هيك اليوم لو في قضاء صحيح ومجلس قضاء أعلى بياخد دوره يتفضى من الأساس، هيدا القاضي في عليه شبهة أقعد على جنب، في قاضي غيرك بيقوم بهيدي الأدوار. ثانيا بدها تعمل حق الطبيعي، خلينا نقول أنه تعمل حاكم المصارف، لشو التشهير اللي بده اليوم يأكل عنب؟ مش بهذه الطريقة بتصرف مع الناطور. بيجي بيحاكمه بيحاسبه بيستمع له بيفهم بدون هذا التشهير ويوصل لبرا للدول يلي تفتح ترجع علامات استفهام، وهي بدها غلطة على اللبنانيين اليوم لتخذ لهم إيداعاتهم وتسبب لهم مزيد من الحصار. عندنا بعد بنك بيراسلنا اليوم، أنا ما عندي شركة رواند، بس اليوم الشركات اللي بدها فتح اعتمادات اللي بدها ما بعرف شو، الموظفين اللي عم يقبضوا من البنوك، انا ما عم اقول المصارف اصحاب حق انتبهي. ولا انا ما بدي دافع عنهم ابدا، بس اليوم تقتضي المصلحه الوطنيه نحافظ على الهيكليه المؤسسات بلبنان والجسم المصرفي بلبنان. لاجل هيك كان التصرف غير صحيح من قبل القاضي عون بحق هذا الملف. طيب بعد عندي اخر 10 دقائق بس لابد من انه بدنا نحكي بالاقليم، بس لابد من انه كمان نحكي عن موضوع كيف سيتعامل الرئيس نجيب ميقاتي مع امكانيه الشغور بحاكميه مصرف لبنان واي واقع ناطرنا بهذا. هلا كله عم بقول لنوصل ليها منصلي عليها، بس واضح انه ما في اي بوادر ايجابيه بموضوع الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي واصلين على هذا الواقع. واصلين البادره الايجابيه الوحيده يلي انا ممكن ابني عليها للاسف كمان بقول هي انه هذا الموقع الماروني الاول لا تسمح البطريركي الماروني ان يصل فيه الموقع الى شغور رئاسه الجمهوريه بشغور. وهذا الموقع شو هذا الموقع كثير حساس، وبتعتبر انا لو محله بعتبر انه كل هيدي المكاسب بالنظام السياسي اذا صار فيها شغور طويل ستؤدي إلى تحلل وتفقد قيمتها. لأجل هيك أنا براهن من هون لوقتها أنه يصير في ضغط من البطريركية المارونية على الكتل المسيحية الأساسية وينزلوا، وبعدين يصير في عملية تعيين لحاكم جديد، وهذا الشيء وارد وضروري ويجب أن يكون. ما حدا بيورد التمديد أبدا غير حكي اللي طلع، بده يصير في تعيين جديد، وبعتقد من هون لنوصل لها البطريركية المارونية تستطيع أن تلعب وستلعب هذا الدور. طيب بسؤال أخير عن المصارف من بعد هذا الشرح المفصل اللي حضرتك يعني شرحته، بالنهاية في أموال مودعين طارت لهلأ. طيب وكمان يمكن الأفق كمان ما حدا بيعرف أمتى ترجع أموال المودعين، بس شو السبيل لمحاسبة المسؤول عن هذا الموضوع؟ إذا بدك تحكي مصارف، إذا بدك تحكي حاكم مصرف لبنان، مصرف مركزي، كيف شو السبيل إذا في حال بدنا نحط هيدي القيود على القضاء؟ أنا كمودع إذا بدي حط حالي محل المودع، أنا بهمي ترجع مصرياتي وما بيهمني قلت لك أطلع ناطور. أنا بدي مصرياتي كمودع. المودعين اليوم بدهم مصرياتهم. طيب هل اليوم بهذه الطريقة اللي عم بتصير ترجع المصاري؟ أنا بقول لك لا، ترجع المصاري لأنه الدولة طرف مليء
عنده قدرات، عنده أملاك، بكرة بيعملوا خصخصة و و و. المودعين يجب ألا يخسروا أي قرش واحد. هودي حقوقهم، أملاكهم، عرق جبينهم. المودع هو حقه فوق كل الناس، حق فوق المسؤوليات وفوق المصارف وفوق الرؤساء وفوق الكل. حق الناس هو قبل كل شيء. وبعتقد أنا أنه الإيداعات ولو طال الزمن رح ترجع بطريقة أو بأخرى. ما في سبيل، ما في سبيل، ما في قانون بالعالم بيقدر ياخذ الحق اذا صاحب الحق هو مش مستعد اليوم يتنازل عن هذا الحق. بكره بياخذ املاك من الدوله، بيشارك بمؤسسات، بشركات مساهمه، بتقليلي بالكهرباء، بتقليلي بالمرفأ، بتقليلي بخصخصه قطاعات اخرى. بقول لك دعم في حلول. بكره اذا صار في مساعدات او هبات او قروض او الغاز بعدين اجا، في عنا بكره بدها تصير روافد ماليه او ايرادات ماليه. اول شيء يقتضي أنه يرجع لهول المدعين ولو بالتسلسل حقوقهم. وبالتالي أنا مني متشائم بهذا الإطار، مني متشائم. ودليل على ذلك اليوم الكابيتال كونترول اللي عم بيصير. أول شرط بعرفه أنا مثلا، عرفته مثلا من رئيس بري أنه ما موافق على أي قانون يطلع على حساب حقوق المدعين. وبالتالي حق المدعين هو الأساس، وبعد ذلك فليكن ما يكون. طيب وهون بدي افتح هلالين بس لان صار في نقاش فيها، هل الرئيس مئاتي كان له الحق انه يطلع هذا القرار لوزير الداخليه كرمال القاضي غاده عون؟ انا بعتقد بالقانون يمكن ما له الحق حرفيا، بس في شيء اسمه دائما بالقانون، في شيء اسمه قانون، في شيء اسمه عداله. العداله هي من الانتظام العام. صار قال انه صار في كثير وردته مراجعات بهذا الاطار. ما في موقعه كرئيس حكومه انا ما عم برر له، ما في يتفرج، هو برر اساسا، ما في يتفرج. في انتظام عام بده يكمل بالدوله، بده يكمل بالدوله. بتقولي لي حرفيا بالقانون ايه في نظريه فصل السلطات؟ نعم صار فيها الى مخالفه، بس ما حدا عم يتحرك. مجلس قضاء ما أخذ دوره، حقه رئيس حكومة هو اليوم عم يدير البلد حتى ما يصير في فراغ، يعمل انتظام عام بالدولة. الانتظام العام ما يروح البلد على المهوار أكثر ما هو موجود فيه، وتحديدا القطاع المصرفي. طيب صار معك 5 دقائق بس للموضوع الإقليمي. أول شيء رح بلش بموضوع كلام السيد حسن نصر الله بموضوع التهديد والتلويح بالحرب. هل سيكون هناك حرب في أنا أعتقد أنه الإسرائيلي اليوم مأزوم. إذا بتلاحظ الساحة الإسرائيلية مأزوم جدا. اليمين الإسرائيلي عنده أزمة مش بس عنوان القضائي والإصلاحات ما سموها الإصلاحات القضائية. الإسرائيلي عنده أزمة كتير سياسية كبيرة. الأمريكان اليوم عم بيحاربوا نتنياهو، والدليل على ذلك كلام السفير الأمريكي أخيرا اللي اعترض فيه على الحكومة ورد عليه اليمين الإسرائيلي. المظاهرات رح تكبر يوم بعد يوم. هل الإسرائيلي يهرب إلى حرب إقليمية خوفا من الحرب الأهلية اللي هو ممكن يعيشها؟ نعم هو في حرب أهلية هلأ، ويردي جدا إذا كمل هذا المسار الإسرائيلي. هيدا بخلينا الخشية نقول أنه الإسرائيلي ممكن يهرب على حرب إقليمية. هاي الحرب الإقليمية وين ممكن تكون؟ على لبنان أنا بستبعد. ليش؟ لأنه في ترسيم حدود وغاز و و و. على سوريا أساسا عم يعمل استهدافات هاي المحدده، والروسي نعم بيمنعوا اكثر من ذلك تحت حجه انه الايرانيه وقواعدهم وما بعرف شو. بصير عندنا الخاصه الرخوه هي الفلسطينيه. ان شاء الله ما تصير في حرب، بس هيدي الحكومه الاسرائيليه المتطرفه لا يؤمن لها. لاجل هيك بعتقد خطاب السيد نصر الله كان ردعي في هذا الاطار. اقليميا اليوم في شويه متغيرات. الزلزال اليوم رواند قدم يعني سرع بالحلول شوي، خصوصا بموضوع تركيا وسوريا. هيدا الشجاعة العربية، خليني أسميها الشجاعة العربية تجاه سوريا كانت إيجابية ولافتة. وحسب معلوماتي بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى عمان، إلى علاقة بالعقوبات الأمريكية وإزالتها باعتبار العمانيين عم يلعبوا دور إيجابي مع السوريين على الخط الأمريكي. أما الدور الأساسي الإماراتي يلي شفناه بسوريا، هو أساسا الإمارات خلينا نوصف الواقع، هي عم تلعب دور تسوي بكل مش بس بالمنطقة، بالعالم. سبق وحاولت الإمارات تلعب هيدا الدور بأوكرانيا بتسوي بين الأوكران والروس، ما كتب إليها النجاح، بس بعتقد بعد فترة ممكن تتكمل. هلأ الإمارات عم ترجع تلعب دور تسوي في الإقليم مع الإيرانيين، مع السعوديين، العرب بشكل عام، ومع سوريا. هلأ هذا التصرف الإيجابي الإنساني العظيم للإماراتية اتجاه سوريا واتجاه الأتراك هو يسجل إيجابية للإمارات. السوريين عم يحكوا عنها، ورد عليها حتى الرئيس الأسد بهذه الإشادة الإيجابية غير المسبوقة بالتاريخ بهذا التعاطي. الإماراتيين بعتقد عم يلعبوا دور سياسي له علاقة بإعادة يمكن التفاوض في الإقليم. نعم نحن بطرح تسويات اللي علاقة بالصراع الإسرائيلي العربي. قد يكون أحد أوجهها بالمرحلة المقبلة
مع السوريين ضمن خطوط ما فينا نسبق الأوان ونحكي بهذا الإطار، بس ما فينا إلا نقول بنفس الوقت نعم الإمارات لعبت دور إيجابي مشكور عليه، هيدا دور الإيجابي دور قيادتها، وإذا كملت بهذا الإطار رح تصبح يعني هي دور الريادي بالمعنى مش بس الإنساني حتى السياسي، لأنه عندها دور حواري وتسوي. أما العراقيين والجزائريين واللبنانيين والأردنيين والمصريين ودول أخرى والسعوديين كمان رجعوا بعثوا مساعدات الأخر، هيدي الهجمة الإيجابية باتجاه سوريا بعض منها كان متوقع وإله بعد الإنساني بالسياسة سوف يؤدي إلى إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومن ثم لعب دور إيجابي من أول وجديد تختلف عملية التموضعات في المنطقة. بسؤال أخير بنص دقيقة، ما مدى دقة الكلام حول أنه كل هذه الأحداث الإقليمية ممكن تؤدي إلى مفاوضات إسرائيلية سورية؟ نعم هذا الموضوع طرح وقلت لك يمكن صوبوا على ليش الإمارات هالقد عم يهتموا ليش العماني وهني معروفين بهذا التفاوضات، هذا مطروح بكل الأوقات والروس سبقوا طرحوه، بس بعتقد السوريين عندهم بعده شعار هلا خط الرابع من حزيران عند رئيس الأسد، إلا إذا صار في ضمانات أخرى سنوصل لإعادة المفاوضات وردي بأي وقت من الأوقات، وإعادة المفاوضات لا تعني التطبيع في فرق. بس نعم إعادة المفاوضات مطروحة. مدير مركز الاستشارات للمعلومات الأستاذ عباس طاهر، أنا بدي أتشكرك على كم الهائل من هذه المعلومات، شكراً كثير لك، والشكر أهلا وسهلا فيك، والشكر موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.